السلام عليكم. من اول فقره محمد ساكن الابتسام باقليم تالولان، صراحه شفت واحد الصوره دابا وحزت في نفسي وبغيت نوصل الميساج هذا. الناس اللي كيديروا المهرجانات، ها هذا المهرجان كذا 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 كذا، بغيتكم تشوفوا هذه الصوره هذه، وانتم المتبعين لكم حريه التعبير. ها المبادره الوطنيه فين كاينه؟ ها المهرجانات فين كاين؟ شوفوا معايا هذه الصوره هذه، صراحه تدمير. انا غير نحبس الدماء. شوف شوف المهرجان ديال الخرشوف وديال المشماش وديال المهرجان. ها شتي شتي بالله عليكم، واش هاد الدراري ما كيستحقوا دوك الملايين اللي كيتصرفوا على الفنانه وعلى المهرجانات والمعارض؟ الصوره هي راه واضحه، ما عايش نهضر انا، ما عايش نهضر صراحه، لانه هذا الشيء كيحس في الناس. هاد الدراري هادو شوف فين كاين، شوف فين كاين، شوف الصوره سي، شوف دايرين بهم الجبال بلاصه الثلج هنا فين كيكون. هادو اللي خاصهم مهرجان، هادو اللي خاصهم ملتقى، هادو اللي خاصهم نتعاونوا معاهم. كنتمنى الميساج يوصل للمسؤولين. السلام عليكم.